نور، بمثل هاليوم بيصادف اليوم العالمي للثقافة يلي بيشمل مفهوم جميع مناحي الحياة الاجتماعية للبشر من أدب وفن وموسيقى وتكنولوجيا وعمارة وغيرها. مع هي الفقرة يلي وصلنا لها هلأ رح نحكي أكثر عن مفهوم الثقافة وخاصة ثقافة المسرح. رح نحكي أكثر مع الأستاذ جوان جان الكاتب المسرحي ورئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية. صباح الخير أستاذ. صباح صباح الخير وينعاد عليك يا رب فيك بالخير والصحة. هلا لما نقول اليوم العالمي للثقافة بيشمل جميع قطاعات الحياة، خلينا نحكي بالبداية عن مفهوم الثقافة المسرحية. هلا الثقافة المسرحية لا يمكن تحديد مفهوم ثابت وواضح ودائم لها. صحيح. هي تتعدد ما بين ثقافة القراءة المطالعة، قراءة النصوص المسرحية، ما بين ثقافة الاطلاع على بعض المصطلحات التي تستخدم في المسرح، أيضا هناك ثقافة الصورة المسرحية، ثقافة العرض المسرحي والمتابعة الدائم للعروض المسرحية. إذا هي تتعدد يعني الثقافة المسرحية ما بين ما هو مكتوب وما هو مشاهد على خشبة بس فينا نقول المسرح. كل ما يخص المسرح هو ثقافة مسرحية لكل حدا ممكن يكون مطلع تماما نوعا ما. تماما، يعني حتى الاطلاع على تاريخ الحركة المسرحية سواء في بلادنا أو في بلاد الآخرين أيضا هي ثقافة مسرحية. تمام أستاذ، اليوم خلينا نحكي عن أهمية انتشار ثقافة المسرح. يعني اليوم الشعب السوري بنشوف إذا في أي إيفنت أو مسرحية بتلاقي متعطش إلى المسرح وخاصة المسرح السوري، إن كان للكبار وإن كان للأطفال. يلي حضرتك دائما بتعمل مسرحيات خاصة بالأطفال، اليوم مفهوم ثقافة المسرح لدى الشعب السوري قديش هن بحاجة لهذا المسرح، قديش هي بتعمل لهم يمكن حالة مهمة بين الجمهور وبين الممثلين أيضا. تماما، يعني علاقة يعني السوريين بالمسرح ليست جديدة. صحيح. ليست وليدة اليوم، هي تمتد إلى منتصف تقريبا القرن التاسع عشر عندما بدأ رائد المسرح السوري والعربي أحمد أبو خليل القباني بتجربته المسرحية في دمشق، وكيف يعني تجمع الجمهور حول هذه التجربة وأخذ يحضر العروض المسرحية بإقبال وبشغف لهذا الفن الوليد في ذلك الحين. والواقع يعني تروى حكايات كثيرة عن طبيعة تعامل الجمهور مع تجربة القباني. هناك من يقول أن البعض كان يضطر إلى بيع أجزاء من أثاث بيته كي يحضر العرض. صحيح. المسرحي. طبعا هذه العلاقة تبدلت في الواقع، يعني ما بين مرحلة وأخرى. ربما في مرحلة تالية من تجربة القباني كان هناك بعض الخلل في هذه العلاقة بسبب تحريض البعض على يعني باتجاه يعني ضد المسرح. صح. اليوم العلاقة تبدو إيجابية إلى حد كبير، خاصة بعد التوسع الأفقي في العرض المسرحي ليشمل معظم المدن والمحافظات السورية. طيب أستاذ، حضرتك رئيس مجلة حياة المسرحية، إذا بنحكي اليوم المسرح في سوريا في ضمن الظروف يمكن الصعبة اللي عم نعيشها وغزو التلفزيون لجميع البيوت، بتلاقي الموضوع صار فيه استسهال أكثر، يعني التلفزيون بتلاقي رفيق للنهار. بعد في ناس عندها هيدا الشغف بالمسرح، بعد عم نشوف، بس كيف تشوف اليوم هوى المسرح في سوريا؟ طبعا لا يمكن للتلفزيون او لاي وسيله تواصل حديثه ان تكون يعود بديلا عن حضور العرض المسرحي، حيث العلاقه مباشره ما بين الجمهور والممثل، هناك تفاعل متبادل ربما احيانا، هناك ارتقاء بمستوى الأداء عندما يكون الجمهور متجاوب مع العرض المسرحي، وهبوط أحيانا بمستوى الأداء عندما يكون هناك فتور في العلاقة بين الطرفين. طبعا اليوم الجمهور يعني يقبل على حضور الأعمال المسرحية، خاصة بعد فترة الانقطاع القصرية بسبب الحظر الصحي. اليوم هناك إقبال، هناك عودة للعروض المسرحية، سواء كانت هذه العروض موجهة للكبار أم للأطفال. تمام، يعني خلينا ننتقل ونحكي عن مسرح الطفل. يمكن كلنا عم نشوف على الشاشات السورية ضمن الشريط الأخباري في عروض جديدة لحضرتك عن مسرح الأطفال. خلينا نحكي كمان ثقافة مسرح الطفل قد ايه مهمة لدى العائلة السورية. طبعا عندما نتحدث عن مسرح الطفل نحن نتحدث عن جمهور متعدد. يعني الطفل لا يأتي لوحده إلى صالة المسرح، ويأتي برفقة أخوته الكبار، برفقة والده ووالدته وربما أقاربه أو أصدقائه. إذن يعني هناك
يعني عدة مراحل أو عدة يعني طرق من طرق تلقي العرض المسرحي الموجه للطفل. طبعا حاليا تعرض مسرحية للأطفال يعني من تأليفي وإخراج الفنان نديم سليمان، هي ستنتهي يوم 27 من الشهر الحالي. وأيضا سبقها عرض مسرحي موجه للناشئة أخرجته الفنانة هدى الخطيب. وهناك أيضا في الأيام القادمة عدة أعمال يعني قيد التحضير في مديرية المسارح والموسيقى فيما يتعلق بالمسرح الموجه للأطفال. خلينا نحكي عن المسرح الموجه للأطفال، يمكن هو السهل الصعب فينا نقول، قديش اليوم في مسؤولية لما نحكي عن مسرح الأطفال يكون هو فعلا يقدر يخاطب عقل الطفل بطريقة سليمة وصحيحة، بطريقة مش خشبية مش مباشرة، لتقدر أنت فعلا تخلي الطفل يستهوي المسرح، يقدر ينجذب بعدة أمور. اليوم لما نحكي عن نص مسرحي للطفل دائما بيكون في بعض المخاوف في تناول مسرح الطفل. تماما تماما، يعني الناحية الهامة في هذا الإطار هي الناحية التربوية، أن تكون هناك رسالة تربوية ضمن العمل المسرحي الموجه للطفل، ولكن بإطار فني. يعني الطفل يهرب من الوعظ والإرشاد صحيح. المباشر، ويحب دائما الأشكال الفنية المحببة إليه. على سبيل المثال إدخال عناصر الغناء والموسيقى والرقص إلى العمل والديكور. المسرحي والديكور أيضا إلى العمل المسرحي الموجه للطفل أمر ضروري جدا، كي يكون هناك حالة من التقبل من قبل هذا الطفل للعرض المسرحي. نعم أستاذ، خلينا نحكي عن عناصر نجاح المسرح السوري. يعني دائما بنشوف في ممثلين جديرين هن يلي بيعملوا المسرحيات، يعني اسماء محدده. المسرح هو اصعب بيقولوا من اي مسلسل او من السينما. خلينا نحكي قديش فيه جهد من تحضيرات، من اضاءه، من ديكور، من ملابس، بس من ممثلين مختصين. لازم الممثل يمكن يكون كتير مهم وفاصل حواسه كلها لحتى يركز بالعرض يلي عم يقدمه. تماما، يعني هو المسرح من المهن الصعبة الحقيقة في ما يتعلق يعني ضمن سلسلة الفنون الدرامية، فلنقل تلفزيون سينما مسرح. طبعا هناك التحضير يبدأ من كتابة النص المسرحي، يعني أحيانا قد تستغرق كتابة النص المسرحي عدة أسابيع أو عدة أشهر، ريثما تكتمل الفكرة في ذهن الكاتب، ومن ثم يتم التنسيق مع المخرج للخروج بنص يعني جاهز لكي ينتقل مباشرة إلى خشبة المسرح. أيضا هناك بعض الأمور الإنتاجية التي قد تقف أحيانا عائقا. المسرح مكلف بس مو بيطعمي خبز، يعني هيك تماما. يعني هذه مقولة قديمة مقولة قديمة، ربما أعتقد مسرح اليوم تجاوزها. يعني من يريد أن يدخل في مضمار العمل المسرحي أكيد لا ينتظر أن يصبح ثريا أو غنيا صحيح. يعني إلا ربما في حالات نادرة جدا عندما يكون الاعتماد الكلي على شباك التذاكر من خلال وجود نجوم في العرض المسرحي، وهذا أمر يعني نادرا ما يحدث، خاصة في يعني في الزمن الحالي، زمن الانشغال الدائم بالأعمال الدرامية التلفزيونية والأعمال اليومية. بتلاقي الناس كثير مشغولة هلأ بحياتها، لهيك بتلاقي بالبعض لسه في شغف كبير للمسرح، في ناس بعدها بتحب خشبة المسرح، بتحب هيدا التواصل المباشر مع الفنان. خلينا نحكي عن مسرحيتك الأخيرة مغامرة في مدينة المستقبل، عن شو بتحكي؟ كيف تم التوجه إلى الطفل من خلالها؟ هي باختصار تحكي عن طفل وطفلة يخبرهم الطبيب أن والدتهما المريضة بحاجة إلى دواء كي تعود إليها صحتها، ولكن هذا الدواء موجود بعد فترة زمنية تمتد لمئة عام، موجود في مدينة تسبقنا زمنيا مئة عام، وما عليهما إلا التوجه إلى هذه المدينة لإحضار الدواء إلى الوالدة. وبالفعل يتوجهان إلى هناك، ولكن يصطدمان ببعض يعني ببعض الأمور الأخلاقية التي الموجودة في هذه المدينة التي تبتعد زمنيا عن مئة عام، حيث الأخلاق تبدلت تماما، الاعتماد الكلي على النواحي التكنولوجية ودون أي اعتبار لأي قضايا تتعلق بالعاطفة بالحياة اليومية الاجتماعية، فيتم هذا الصدام بين الواقع، يعني تماما الواقع الحالي والواقع المفترض بعد مئة عام.
نعم، خلينا نحكي عن أبطال المسرحية وكيف تم انتقائهم، وخاصة هن أطفال ولا رح يكون بس كبار؟ لا، هي الأبطال هم دمى، يعني الممثلون هم دمى، دمى متحركة يتم تحريكها من قبل الفنانين، طبعا باستثناء ظهور لممثل واحد هو الفنان جمال نصار الذي يأخذ دور الراوي الذي تبدأ المسرحية به وتختتم به، ولكن أحداث المسرحية تقوم على شخصيات الدمى. نعم، كمان عم نشوف كثير من حالات المسرحية، إما روايات عالمية أو قصص عالمية مقتبسة، يعني مقتبسة عم نشوفها بالمسرح. خلينا نحكي كمان عن هي الحالة اليوم، تجسيدها على خشبة المسرح، الروايات العالمية والقصص العالمية، قديش كمان فيها خلق حالة مهمة. اعتقد ان هذا صعوبة بالكتابة تماما. بتكون صح، هذا امر مشروع يعني وليس بجديد. نعم، لا في المسرح في بلدنا ولا في المسرح العالمي، يعني معظم الأعمال المسرحية الخالدة هي اقتباسات عن أعمال إما ملحمية أو روائية أو قصصية أو حتى شعرية. في النهاية يعني المسرح يأخذ من كل الثقافات ومن كل الآداب، ويعني يبعثها من جديد بخلق جديد بابتكار جديد. يعني هنا تكون الناحية الإبداعية، في أنك تقدم مثلا حكاية معروفة في الأدب العالمي ولكن بشكل فني مبتكر بطريقة مختلفة. حضرتك كاتب وناقد مسرحي، قديش اليوم بتلاقي في صعوبة يمكن تناول نص مسرحي موجه للأطفال، اختيار المواضيع؟ لما نحكي عن مغامرة في مدينة المستقبل كان في رسالة موجهة، لما نقول اختلاف بالواقع الحالي والواقع الافتراضي، لما نحكي عن الأخلاق، لما نحكي عن بعض يمكن المفاهيم والمبادئ الأخلاقية للأطفال، في رسائل موجهة تماما. هون لما تم اختيار النصوص، المادة المحكاة للطفل، قديش بتلاقي في فعلا صعوبة ومسؤولية على حضرتك؟ بالتأكيد، يعني أنا أطلع بشكل دائم على النصوص التي تقدم أو التي هي مشاريع لأن تقدم للأطفال من خلال عضويتي في لجنة القراءة في مديرية المسارح. في الواقع تريدنا أحيانا نصوص موجهة للطفل يعني خالية من أي إحساس بالمسؤولية تجاه هذا الطفل. هناك أحيانا رسائل تربوية خاطئة وإن بشكل غير مقصود، وغالبا بشكل غير مقصود، ولكن في النهاية تخرجين بعد أن تقرأ النص بأنك أمام رسالة أخلاقية يعني غير مناسبة لهذا الزمان، غير مناسبة لما يعني بحاجة الآن الطفل إليه، خاصة في ظروفنا الحالية. الموضوع يعني ليس بالسهل أبدا. صحيح. هناك دائما يعني خطوط تفصل ما بين العمل الطفلي الموجه للطفل تحديدا الذي يسير باتجاه صحيح وما بين العمل، ويمكن الطفل اليوم اللي عايش الأزمة كمان مخاطبته بطريقة مختلفة بتكون، يعني نحن تماماً عم نحكي عن يعني ظروف معيشية مختلفة. دراسة، يجب أن تكون هناك دراسة لمجمل الظروف المحيطة بطفل اليوم حتى نخرج بالفعل بأعمال مسرحية جيدة وموجهة بشكل جيد. نعم، يعني خلينا نحكي عن ما بعد المسرحية، شو عندكم تحضيرات جاية؟ وفي شيء هلا بما انه صيف وعطلة صيفية صارت طويلة بظل الوضع يلي عم نعيشه؟ يعني في مديرية المسارح هناك الآن تحضير لعمل مسرحي للأطفال، أيضا عمل جديد للمخرج سهيل عقلة بعنوان الانتصار الكبير. هذا يعني في يعني المستقبل المنظور، وأيضا هناك أعمال يعني على مدى الأشهر القادمة أيضا يتم التحضير لها بالنسبة للطفل تحديدا. في الختام كلمة بتحب توجهها يمكن لجميع المؤسسات المعنية للأطفال، تكون فعلا يكون في عمل، في تشاركية، في مسؤولية أكبر موجهة للأطفال اليوم في ظل ظروف يمكن الصعبة اللي عم نعيشها بعيدا عن الصحية، ظروف يمكن الأزمة، يمكن أطفال اليوم هن أطفال الحرب فينا نسميهم، تسع سنين من ظروف استثنائية عم نعيشها، فلازم يكون في توجه مختلف اليوم. تماما، يعني هي موضوع مسرح الطفل ليس فقط معنية به صحيح مديرية المسارح أو وزارة الثقافة بشكل عام، ولكن هي جهد جماعي. يعني أنا في هذا الإطار أذكر مهرجان طلائع البعث الذي كان يقام بشكل سنوي بالتناوب ما بين المحافظات، كان يقدم في كل عام عشرات الأعمال المسرحية الموجهة للطفل، الأعمال المسرحية الشعرية، كان يكتب معظمها الشاعر الراحل عيسى أيوب. طبعا نحن نستذكر الآن هذه التجربة، وأتمنى يعني أن تعود ولو بشكل يعني جزئي ولو بشكل تجريبي لإعادة الروح بالفعل إلى
مسرح الطفل، طبعا بالمشاركة أيضا وزارة الثقافة تقوم بدور يعني بهذا المجال، سواء عن طريق نشر النص المسرحي الطفلي في الهيئة العامة للكتاب أو من خلال مديرية المسارح والموسيقى وعروضها المستمرة في مسرح الطفل. نعم، ونحن كمان بدنا نضم صوتنا لصوتك، وكثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك، موفقين بأعمالكم الجاية. شكرا لاهتمامكم. شكرا. شكرا لك الأستاذ جوان الناقد والكاتب المسرحي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا.